أنا عندي عدة تراكمات ومشاكل أستاذ قحطان، مواضيع عدة، لكن مثلا اليوم راح أتكلم عن موضوعتين مهمة جدا، ايه ألا وهي الموضوع الأولى والمهمة اللي أنا أعاني منها وتعرضت بسببها للإهانة والذل منو مع اللي شتى يهانج؟ الوسائل. منو اللي يهانج؟ المشكلة الأولى هي الكهرباء. أنا ما يقرب إلى هذا يومنا هذا، أنا ما عندي كهرباء وطني. ارجع لي. احترق بيتنا قبل 3 أيام، اسمح لي أستاذ قحطان، احترق بيتنا قبل 3 أيام، احترقت الميزانية بسبب الأعمدة، لأن الأعمدة متهالكة. كل ما نروح لمحطة الكهرباء أو لدائرة الكهرباء، يا جماعة الخير كيف الأعمدة؟ والله هذه ميزانية الدولة والدولة ما تصرف. طيب كيف أنتم شلون اجمعوا الدولة ما بيناتكم؟ تصرف؟ لعد ميزانية وزارة الكهرباء هذا وين؟ كلام، هذا كلامهم سيدي الكريم، اسمعني. نعم. طيب أوكي، اجمعوا بيناتكم أنتم ك دور مواطنين، وأوكي إحنا من الركن إلى الركن المغضوب عليهم بالماء والكهرباء والمجاري. تكرم، رحت على الدور السكنية، رحنا كلمنا معهم. تعرف الناس على قدر قوت معيشتها، ما نعم. تستطيع تدفع هذه المبالغ الطائلة. هذه أعمدة ما يقارب من 3 إلى 4 أعمدة أو أعمدتين، الله أعلم، يعني هو من الركن للركن. الأعمدة متهالكة، يعني مزنجرة محطمة، يعني على أي دقيقة تسقط هذه، يعني تصبح جريمة، يعني تعمل كارثة. طيب وش أوكي، يهمهم هم؟ يعني شنو يموت مواطن اثنين ثلاثة طبهم طب؟ طيب ما أنا صار لي 3 أيام من غير كهرباء وأروح مذلولة ومهانة، ما يقبلون، يعني بس فقط أنا مذلولة علشان فقط يربطوا لي. أول شيء يقطعوا لي الكهرباء، وبعدين بس يربطوا، حاليا أريد بس يربطوا لي قفيص الكهرباء بالعمود، بس لأن قفيص؟ راسي، نعم قفيص، هاي الذلة صار لي كلها على موت قفيص وبطول شاب العمود؟ نعم صار 3 أيام أنا من غير كهرباء أستاذ قحطان، أنا دا أموت. هم سلبوا من عندنا كل شيء، طموحنا، حياتنا، عمرنا، شبابنا، طبعنا، حتى الأمل، كله راح. أبسط حقوقنا هي الكهرباء والماء، إحنا جالسين ببيوتنا والله ما مأمنين على حالنا. طيب إحنا رحنا من 3 أيام، احتراق الساعة 8 المساء، 8 وشوي، بالصدفة يوجد عقيد مقابلنا بالمطعم، مقابلنا يمكن كان يتأشر ما شابه، شاف الحدث، شافنا احنا كبنات خرجنا من البيت نريد نستنجد بالناس. الناس ما قصروا، اجوا بإطفائياتهم بشغلاتهم بالطفايات، لكن هو العقيد مباشرة انا ما اعرفه، مشكورا على ما اذكر انا طلبت اسمه، ايش اسمه؟ قالوا انه هذا اسمه عقيد ضياء، على ما اعتقد بان بعث لنا مفوض او ما شابه، راد مني معلومات. هو مباشره من غير ما احنا نعرف او نعلم بشيء، مباشره عمل منادات الى الدفاع المدني او الاطفائيه، عمل منادات الى الكهرباء، زين، عمل منادات للجميع. الاطفائيه ما اجتني الا بعد ساعه، اجوا يصوروا لي الميزانيه علشان يكون موقف لهم. هل الاطفاء يسمعوا؟ جوي ورا الساعه، يعني انتو المولده طفت والناس طفوها وجو الاطفاء ورا الساعه يصورون انهم طفوها. اللي طفاني جاري، اللي طفوني الناس، اللي جابوا تراب، اللي ما اعرف ايش، بس طفوها بالطفايه. جاري معروف حريته امام بيتنا، الولد الله يحفظه ويحفظ لعائلته، كلهم، كل المنطقه اللي ساعدونا انا اشكرهم. ولكن الإطفائية جت تاخذ الصورة، خلي يسمعوني، أقسم بالله العلي العظيم أنا لا أخاف ولا أخاف غير الله عز وجل، ولا أنحني ولا أسجد لغيره نهائيا. وعندي قاعدة من ضمن قواعد حياتي أستاذ قحطان، إنه أنا أموت بعز وكرامة ولا أعيش بذل ومهانة. يكفي، أنا فاضية، أنا طفى عندي الكيل، انتهى.
طيب اذا نشروا انه هو موقف لهم وهم مطفين انا افضحهم واقول لا هم اجوني بعد ساعه لانه سبق وحصل عندي حريق قبل شهر ونصف اتصل عليهم ما يردون وقلت لهم هذا الكلام ماشي الاطفاء تدقين عليهم ما يردون نعم الاطفائيه عبالهم عبالهم بدها تعاكسيهم قول اغلبيه الوقت والعقيد الله يحفظه منادي ما اقدر اقول لك اجاني بعد ساعه تقريبا الاطفاء يقول والله نبحث من نلقاكم وين نلقاكم انا 10 الام هذا واحد زين الكهرباء ما عندي الكهرباء ما عندي انتم شنو مشكلتكم ويا الكهرباء بالغزاليه؟ مشكلة دائما بس خاصه من الركن استاذ قحطان الى الركن الاخر المغضوب عليهم بسبب تلف الاعمده بسبب ممكن الحمل لان هي اصلا اعمده قديمه من انا ذاك الزمن يعني لازم ادامه احنا ما عندنا ادامه ليش احمد موسى يقول احنا على التليفون مسوي لهم جي بي اس ايش بيك ايش بيك لا اله هو الحي القيوم احمد موسى الناطق باسم وزاره الكهرباء يقول احنا مسوين جي بي اس على الادامه على التحرك وعندنا رقم تليفون شكاوي اسمعني اترك احمد موسى لكن واترك الشقه ما تهمين ببوابه العراق ام النص مليون دولار اتركها اترك الحبايب والقلوب الطيبه اترك طيبه قلبها يلا انا من خلال قناتكم أي. شوف كل راعي وكل مسؤول وكل مسؤول عن رعيته ماشي ماشي أوكي. انا بالنسبه لي الرجل وزير الكهرباء انا كصحفيه كاعلامي كمواطنه ما اعرف الرجل ما اعرفه هو يعرفني ما يعرفني الجديد على الرجل ما اعرفه لكن من خلال قناتكم الموقره انا اشكرك يا سياده وزير الكهرباء اغثني انا اترجاك اغثني اعتبرني اختك اعتبرني بنتك اعتبرني اللي تعتبره انا اشكرك من رغم ان انا ما اعرف حضرتك نهائيا قبل مده حصلت حاله انطفت الكهرباء علينا لمده 4 ايام أيه. ورحنا للمكتب النائب محمود القيسي ورحنا وجينا ورحنا الكهرباء يدلونا ويهينونا ويطردونا الى ان وصلوا ناس الى الوزير وعرف الوزير أيه. اشكرك ممتنه لحضرتك ممتنه لسيادتك أيه. امر بانه حالا تصل كهرباء للمواطنين احنا 4 ايام ما عندنا كهرباء امر الوزير لان عرف ايش حصل من سرقه ماشي هم يعرفون شنو السرقه اللي صارت؟ ده يحفرون ايه بحجه الاعمار خوش الاعمار اوكي؟ هذا ليس بتعميم هذا ترى هذا يعتبروا ايحاء هم لا قاب قوسين نو نو انا ارجوك انا كملي كملي قاب قوسين ايه انه تعمير هذا ليس تعمير هذا بل تدمير هذا الملف الاخر اللي راح تحمى إيه شنو مش شنو البوقة اللي صارت شنو الفضيحه طول انقطع الكيبل ايه من والى ما يقارب من الكوخ الى نهايه هذا الشارع كله ما عندنا كهرباء لمده 4 ايام احنا صحينا ما يوجد كهرباء الكيبل مباق الكيبل لما اجوا ثاني يوم يعملوا لي الكهرباء وإذا تفاجأوا إنه الكابل مسروق ما يقارب أنا حسب الاستقصاء اللي عملته حسب المصادر الموثوقة حاولت ما يقارب 250 متر الشكل 250 متر طول الكابل معك والعهدة على رأسي ما يقارب بالمليارات أوكي أوكي ما حد عمل منو منو اللي باقي هنا باب القصيد أي. يا بتاعت لما اجوا تعالوا ايش القصة قالوا انه ها جابوا المقاول أي. كيف القطع كيف القطع على فكرة قطع قطع يعني من وين كيف واخذي الرمت وين براس العتاقة ذبوها براس العتاقة والشغلة راحت وتطمطمت خلاص يعني يعني ذبوها براس العتاقه قالوا العتاقه ما باقوا الكيبل 250 متر ها
هذا الكيبل مال الكهرباء. انت تستطيع عندك كاميرات المقابيل المسروقه عندهم كاميرات يستطيعون يعرفون من السارق. اوكي؟ اي هم قالوا انتم في البلديه ما اعرف ايش وهذا، بعدين هي طمطمت وصل الخبر الى راحوا ناس محترمه اختاروهم رجل قال لهم ترى شغلتكم قصتكم عند الوزير الكهرباء بس يلا. احنا قالونا ما تجيكم الكهرباء، ليش ما تجيكم الكهرباء؟ كتابنا وكتابكم ماشي. راحوا ناس الله يحفظهم وزير الكهرباء، وزير الكهرباء انا اشكره استقبلهم زين، امر بانه حالا ينزل مخطط زين يعملوه اكثر وما اعرف ايش، وامر بانه تصل الكهرباء للاهالي اليوم حالا والا الجميع ستنقل. زين وصار وصلت الكهرباء؟ الكهرباء في وقتها وصلت وفي وقتها ايه؟ شهر وشوي ايه؟ شهر. انا يوميا مأساة الكهرباء هاي يوميا. طيب اي هذا حاليا هسه انا صار لي 3 ايام علشان يضبوا لي قفيص فوق. اجيبوا لي قفيص وقفيص ما اجى ولا راح يجيبوا لي قفيص تمام. واني المشكله اني المشكله عندي الوقت خلص بس المشكله دقيقة. والله ما عندي ولا دقيقه بس ثواني اعطيها ثواني اعطيها ثواني شباب فجر ترمم ما حطمت بيت انا بالسراج تكبس الساعه 3 الفجر يفوتون سيارتي الكهرباء استنجد بيهم وابكي يغنوني وزير الكهرباء اسمعني يغنوني مشينا هاي الوريمة مشينا قاعدين يغنون بعجلة الكهرباء ويقولوا لي يا مغذي مغذي تقبلون انتوا فهموني تقبلون ساعة 3 بالليل انا استنجد بيهم اقول ارجوكم ما عندي كهرباء بس بقولي الكبير ما يقبلون هم بباب بيتي يغنيني يقول يلا يلا مشينا 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 اغنية معديها هي شيماء من معالي رئيس الوزراء ومن وزير الكهرباء احنا ذلنا هاي 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 نتائج حكومة العتاقة هاي نتائج حكومة العتاقة هاي النتائج هاي النتائج شكرا لك شيماء.